السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد شحادي من 27، وأهلا فيكم في هاي البطولة اللي حيلعب فيها النصر ضد توميان فريندز. لكن خلنا نرجع طول على المباراة اللي فيها نامي وبريكر مسحوا بالهجوم تبع تومي والأصدقاء الجايين فيها على البوم سايت إيه، ورد نامي حيخلصها بالتريبل كل. أهلا فيكم، أحمد شحادي معاكم. وبصراحة يعني لسه بدنا ندخل في الانترودكشن مرة واحدة، لقينا حالنا النايف مخلصة، فريق نصر جايبين أول راوند. البطولة هذه أو التصفيات هذه عبارة عن تصفيات مفتوحة وصل فيها نصر إي سبورتس وتومي والأصدقاء للمرحلة النصف النهائية، وبتأهل فريقين. معناها أي فريق بفوز في نصف النهائي بتأهل، في فريق فاز أعتقد هندي، الفريق الثاني هيو نصر وتومي والأصدقاء هيهم بيلعبوا. الماب الأولى هيها نيوك، الفريق السنغافور هو اللي اختارها، ورد هلقيت طالعين فريق تومي والأصدقاء طالعين بتجاه البوم سايت بي، وسيفور دخلت من الفنت وكازو هلقيت جاب أول كل، هافوك صار جاب كمان كل على موكسي، لكن لسه سيفور ما انزرعت، بنتظر لنشوف هلقيت كازو دي شيك لها تشيك قدر يجيب الكل الاخير على تومي، بالتالي ما ضل غير واي اس كي وحيد قاعد مع سيفور لكن ما معاه اي نوع من انواع الحظ. و2-0 نتيجه المباراه لهالجيت ما بين نصر وتومي الاصدقاء. الماب الاولى اختاروها الفريق السنغافوري، اختار نيوك بطريقه مستغربه طبعا، لانه فريق نصر بيلعب نيوك بطريقه ممتازه، اذا ما كانت جيده جدا على اقل ايش حنقول عنها جيد جدا، لانه بيلعبوها بطريقة ممتازة ولعبوها قبل هيك في WZ وأعطوا فيها نتائج جيدة نوعا ما، لكن ضد العرب أعطوا فيها دائما نتائج ممتازة. هلقيت فريق تومي الأصدقاء بادين في التي سايد في الماب اللي هم اختاروها، لنشوف أول جن راوند إيش بده يطلع فيها معهم، لأنه حاليا طالعين باتجاه السيكرت بعتين واحد فقط اللي هو تومي اللي هو ملك الفريق، لأنه اسم الفريق باسمه أساسا. لكن لسه فريق نصر هلقيت معهم بايب MP9 UMP فماس قليل وسكاوت ولا سلاح زي الثاني، لكن لسه معهم مصاري، وهذا هو الاشي المهم، انه هاي الراوند يعني ما خسروا كثير، ما خسروا حد اعتقد حتى في الراوند الاول، معهم المصاري اللي بتدوروا عليها. نطلع على الميني ماب، حنعرف انه نصر متمركزين اثنين في البوم سايت ايه، واحد في الرامب لحاله بالسكاوت، اعتقد انه هو نامي فعلا، نامي اكل نيت نزل 47 اتش بي، بس لسه اليوتيليتي قليله جدا عند فريق تومي والاصدقاء. بس نشوف نازلين اثنين من السيكرت، حيبدو هالجيت وايس كي يدخل ولا لا. نامي لسه ماسك الرامب، نامي ما تخلى عن الرامب، نامي جاب التاج كويس جدا، لو يجيب الكل يجيب كمان تاج هو المطلوب، لكن طلع كيف بريكر جاي، بريكر كمل الكل وبحاول يجيب الثانيه، لكن موكسي قدر ياخذ التريد، وهلقيت نامي بحاول يجيبها لكن من ظهره جابوا الوايس كي، رجعنا لاربعه على ثلاثه، واللاعب في الباك سايت هافوك ما قدر يعمل اي شيء، رجعنا لاربعه اثنين. السي 4 داخل على البوم سايت بي، واللاعبين هلقيت جايين يعملوا ريتك كت كات وكازو داخلين من الرامب، لكن موكسي ماسك الزاوية صح، موكسي جاب الكل لكن أكل دينك نزل 25 اتش فيها، قيت أي بولت تخلص فيها كتكات، فعلا كتكات تخلص على موكسي، لكن هذا الاشي خلف واحد على ثلاثة، صعبة جدا على كتكات مع الكت، لكن بوزيشن تبعه معروف، بحاول يجيب أول كل، بحاول يجيب الون في ون الأولى، لكن ستايرن قدر يخلص عليه، وبالتالي أول جن راوند رايح لمصلحة الفريق السنغافوري. فريق نصر هلقيت حيطلع باي هافوك، رمى الاوب لنامي، نامي اعتقد حيقدر يعطيه ام 4 او يو ام بي، حيعطيه اليو ام بي عشان يطلع بارمر فول يوتيليتي، وبالتالي هاي ثاني جن راوند الباي تبعهم خلينا نقول اقل من المطلوب، لكن كويس بما انه في اوب موجود في ايد اللاعب نامي. الاوتسايد طالعين فيها ثلاث لاعبين لهلقيت، لسه ما شفنا اي محاوله هلقيت البوش من عند فريق تومي والاصدقاء، طلع موكسي لسه قاعد فوق الاوتسايد ايه، خلينا نسميها مولوتوف على البوم سايت ايه، هذه عباره عن يعني انا اقول استدراج فعلا، خلت كتكات يرمي فلاش، خلت كتكات يغير مكانه، بس لسه ما في اي بوش على الايه، بالعكس سيفر اساسا بعيده شوي، شكلهم بيحاولوا زي ما احنا شايفين على الميني ماب، لقيت انهم نازلين على السيكريت بتقدم باتجاه البي، مولوتوفز فلاشز بيستخدمها فريق تومي، لسه شوي ضايل دقيقة 5 ثواني، لكن طلع كيف موجود في مكان مفتوح تماما هافوك، ثلاث لاعبين قدامه خسر حياته مباشرة، ما عمل أي دامج بالمرة، السي 4 ما لحق يشوفه لأنه انطخ من جنبه، وهلقيت طلع كيف ماسك الروتيشن انس البوزيشن تبعته، هذه كثير قوية لازم يخلص عليه كازو، لكن كازو خسر حياته، وبالتالي انس استغل السموك هذه لصالحه، بس كتكات برضه لسه موجود في نفس البوزيشن بيستنى بيك من انس، لسه قلت اوه كتكات لازم يجيب الكل، لكن كتكات ما قدر، موكسي ب 7 اتش بي قدر يخلص عليه، وبالتالي البوم سايت ايه هقيت مفتوح تماما، حتى السايرن لسه لهقيت موجود في السيكرت، اعتقد نامي وبريكر وضعهم حرج جدا في هاي الجوله، ما بيقدر يعمل اي شيء، لاعب اعتقد في اللوبي والثاني في الرامب، معناها لهم ماسكين ساوند في البوم سايت بي او في البوم سايت ايه، وحتى بريكر
قدر يجيب اند سكن مهمه، لكن هاي الكل بس حتكون مهمه على انه بريكر يقدر يطلع برا اللوبي ويسيف باتجاه التي سبون ستايرون اوريدي قاعد بدور عليه. شوف ضايل اربع لاعبين عايشين من فريق تومي والاصدقاء وبريكر ونامي، حيقدر يسيف الاسلحه تبعتهم مهمه جدا صراحه الاسلحه تبعت نامي وبريكر هنا، لانه بصراحه ما حيقدر يشتري الراوند الجاي طبيعي ما يقدر يشتري لانه لسه بس راوندين خسرانين، معناه حياخذوا 1900 هلقيت واخذ 1900 ثلاث لاعبين ما بين 1900 و 2000 معناه ما حيقدر يشتري يوم، معناها الاي يو جي والاوب حيكون لهم تأثير كبير. نشوف نامو بريكر ايش حيسوي فيها، نطلع على البينجز نشوف انه فريق تومي والاصدقاء بيلعبوا على 5 أو 7 بينج، يعني هذا السيرفر سنغافوري كل ما تحمله الكلمة من معنى، يعني انت بس لو بتلعب مع مكان تومي والاصدقاء حتلاقي انه لو كان السيرفر في بيتك كان البينج اعلى شوية. بنشوف هالجيت كيف نصر بالسبعين بينج او الثمانين بينج كيف حيتعاملوا مع الفايف بينجز اللي قاعدين بيلعبوا فيها تومي والاصدقاء، ونشوف الاوب في ايد نامي قدر يجيب الكل ممتاز قدر يتخلص من تومي، معناها هيك انكشف مكان في اوب في الاوتسايد، فنامي حيعمل ريبوزيشن عشان الفريق اللي ضده اكيد حيفكر الاوب اوتسايد، معناها احنا نروح له لا ما احنا عارفين انه هم ايكو او متوقعين انه هم ايكو معهم سلاحين. شوف هلقيت طلع كيف ممتاز الزوس، لكن الزوس نزل الاتش بي تبع انس بس ل 25 اتش بي ما خلص عليه، ليكون هاي من الابديت الجديد، لكن الابديت ما اعتقد انه نزل الدمج تبع انس تبع زوس قد ما قلل بس من انه ما يقدر يجيب فيه الكلب من ورا الحيط، لكن طلع عنامي يا سلام عنامي صار جايب تريبل كل يعني دمر هجومهم تماما، ما ضل غير موكسي واحد على اربعه موكسي مع السي فور وحالة قدم شوي شوي، اعتقد ما في اي حد حواليه من لاعبين نصر لانه هو لسه هلقيت داخل على اللوبي طلع بريكر ماسك المين بيد من حديد لسه اي حد يقدم، لكن اوريدي هافك في الاوتسايد هافك بدور على سلاح او بدور على مكان ياخذ منه سلاح، فعلا اخذ جيت سلاح معناها السيف هذا لو ما قدر يجيب، وطبعا ان شاء الله ما يقدر يجيب ال1 في 4 موكسي، لكن السيف هذا غير انه اساسا عملوا سيف وال1900 حيزيدوا عليها كمان 3000 بس يفوز 3250، لكن اخذوا سلاحين ببلاش اللي هم كازو وهافك طبعا لو ما ماتوا، بالتالي تومي الاصدقاء هلقيت القاعده الماليه اللي كانت كويسه عندهم حتستمر، لكن نصر اي سبورتس اللي كان المفروض تنكسر مصاريهم هلقيت بالعكس حتاخذ يعني دفعه ممتازه، لنشوف هلقيت موكسي ايش بده يسوي في ال15 ثانيه اللي ضايله بده يطلع باتجاه الهيفن، طلع الصوت بما فيه الكفايه عشان يخلص علينا ميو كواد كل للعملاق الاماراتي نامي ممتاز بالاوب اللي عمله سيف من الراوند الماضي قدر يكسر فيه الدفعه تبعت فريق توم الاصدقاء اللي جاب فيها راوندين متتاليين، وحاليا حيصرف كل مصاريهم الفريق السنغافوري عشان يعملوا باي هالجيت، ونشوف كيف المصاري هيو على الشمال مبينه عندنا بريكر ونامي معهم فوق ال 3500 في حين الثلاث لاعبين الباقيين معهم اسلحه ومعهم فول يوتيليتي. ما في اي بوش لهالجيت من فريق تومي الاصدقاء بالمره، يمكن كل اللعب السريع عندهم بيكون باتجاه الاوتسايد، نادر تلاقيهم بيلعبوا بشكل سريع باتجاه اللوبي او باتجاه الهات. لنشوف هالجيت وايس كي قاعد بيقدم هو تومي قاعد يقدم شوي شوي بيستنى اي بيك من الاوبر، اتوقع انه يكون في بيك من الاوبر، لكن هالجيت بوش جاي باتجاه مين اول كل اجت لكازو لكن اخذ تريد وفي هالجيت كل من عندنا ممتازه. نشوف في كمان لسه لاعبين في الهيفن حلو البيك من عندنا كمان كل ممتاز، ضل هالجيت لاعبين تومي بده هو في نص بومسات لكن مولوتوف حتطلع كتكات من مكانه، لا كتكات لسه واقف جوا السموك كتكات لفايك حيجيب الكل لكن طلع هافك هافك جاي من وراهم كتكات مستنى وهافك تقدم هافك قدم هافك جاب اول كل ممتاز عارف مكان اللاعب الثاني وبالتالي هجيت فيك لازم تيجي من عند هافك ممتاز صار جاب كمان دبل لنامي ودبل لهافك راوند مهم جدا لفريق نصر اي سبورتس ابقوا فيه على ثلاث لاعبين على قيد الحياه معناها مصاريهم حتزيد شوي شايفين اللاعبين معهم بين 5000 و 7000 ويك راوند حتكون من عند فريق السنغافوري. وقت مستقطع اعتقد اخذوه فريق تومي الاصدقاء الا لو كان يعني ان شاء الله ما بتكون مشكله بينج او شيء ثاني، الباي هلقيت حيطلع من عند نصر اي سبورتس حيطلع بام بي 9 عند كيت كات اي جي اعتقد اشتراه كازو فعلا وكمان اي جي عند بريكر شكله النيرف اللي انعمل للاي جي طبعا في الحق تبعه بس هو كان
350 قلت 3000 و 300 رجع لسعر الاصلي. بس حركه ذكيه جدا من فالف صراحه، يعني الابديت قبل الماضي يعني ممكن نقعد نحكي هيك نفتح فيديو نقعد ربع ساعه نحكي عنه بس قد ما هو مهم، ويعني بس ما بديت امبارح اللي هو ابو ال 40 ميجا لانه الابديت هذاك بيحكي عن الايكونومي ونشوف هالقيت ايش حيصير في الايكونومي، لانه اوريدي عاملين بوش على البوم سايت اي وكيت كات طالع وراهم بالام بي 9 كز جابوا الكل كز جاب الثاني الكل الثاني، لكن اخذ على تريد طلع حقت على كيت كات كيف حيجيب $600 رخيصه جدا بحاول يجيب فيها كمان كل، ومعروف مكان اللاعب الاخير بالتالي ما جابوا اي شيء فريق توميو الاصغر غير كل وحده بس على كازو، وفي الاخير حتى كان كيت كات قادر يسيف الاي جي لكن اتخذ قرار بانه يضلوا على الام بي 9 ونامي هالجيت عند 10 كلات في 7 جولات. اعتقد نامي بادي البدايه اللي اي واحد من مشجعي فريق نصر اي سبورتس قاعد بيستنى فيها، لانه بصراحه يعني انت بتستنى للستارز تعاونك يشيلوا اللاعبين الباقيين يعمل كل واحد فيهم دوره، هالجيت شايفين انه نامي بادي يشيل صح، واهم راوند صراحه هي الراوند الخامسه اللي كان فيها فريقو ايكو. شوف هالجيت في باي من عند فريق تومي والاصدقاء طالعين باتجاه الاوتسايد، تومي قاعد يعني بيقدم بشكل سريع لكن الفلاش حتاخره شويه حتحرم منه رؤيه لكن حيضل واقف بيستنى الاوتسايد. او نيد نزلت المفروض كانت تنزل انس لكن تخبى شويه على جانب، طبعا انس بذكرني باسم لاعب من لاعبي الفناتك قبل 1.6 اعتقد ايام 2008 يمكن قبل بس 11 سنه والله كبرنا لما بنحضر كاونتر 10 سنين او اكثر. انس لقيت عامل بوش والسايرنسر جاب اول كل على كيت كات اللي كان معاه الام بي 9 او كان معاه الاي جي، لكن نامي بكمل سبري تبعه صار جاب كل هافوك جاب كل كمان على سايرن الاسترجاع على 3-3 كل من عندنا مهم، رجعنا لاثنين على اثنين التريدز قاعده بتصير 1-1 نشوف هلقيت اي كل ما يحكوا لها تريد وهي هي الكل. بريكر جاب الكل على موبسي ما ضل غير وايس كي ممتاز بريكر صار جاب الكل الثانيه لعيب 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 صار جايب 6 راوندات هلقيت لفريقه اللي هو نصر اي سبورتس، وتومي الاصدقاء ما زالوا واقفين عند جولتين فقط لا غير. الابديت اللي كنا بنحكي عنه قبل هو ابديت اللي كان يعني بيحكي عن المصاري كيف انه لما الفريق يكون فايز خسران عدة جولات بيزيد اللوس بونس تبعه بيزيد المصاري اللي بياخذها كل ما خسر جولات اكثر، هذا الفريق لو فاز جولة قبل الابديت كان بيرجع ياخذ 1400 من اول جديد، لكن بعد الابديت هلقيت احنا شايفين كيف او لا نرجع للبوش بعدين نرجع للمعلوم بعدين البوش هلقيت مهمة كيت كات وبريكر كل واحد فيهم جاب له كل خسر لاعب واحد اللي هو بريكر، لكن شوف كيف لسه متمركزين بالديجلز 3 ديجلز قاعدين بيستنوا فيك موكسي وتومي. نامي ماسك زاو صح نامي حاول يجيب الكل لكن ما قدر يجيبها، نامي هقيت عارف انه في لاعب نزل لا ما عارف انه في لاعب نزل هقيت نام جاب الكل بعد ما كازو خلص عنس ضل تومي اللي معاه سي فور اعتقد حيقدر يزرع ما في اي حد حوله يخلص عليه $800 زياده لكل لاعب من لاعبي فريق تومي الاصدقاء، لكن هافوك قال مباشر اقعد الراوند السابع صار راوند تبعنا. اول ما بدت المباراه كنا بنحكي على انه يعني نصر بيلعبوا نيوك بطريقه يوميه في البراكتس تبعتهم بيلعبوا نيوك في المباريات تبعتهم بيلعبوا نيوك بيختاروها احيانا بيختاروها بتبدا البيك اند بان بيختاروها، فبالتالي انا مستغرب قرار يعني تومي الاصدقاء لانهم يختاروا نيوك ضد نصر، لكن هذا الشيء المفروض يعني يبين من اكسكيوت معينه من موفمنت معينه من اللاعبين من خطه هيك جديده، لانه بصراحه اذا هم يعني مختارين نيوك وما عندهم فيها اي شيء جاهز اعتقد ان هم قرارهم خاطئ ونصر قاعدين بعاقبوا فيهم شويه شويه. وحاليا احنا شايفين كيف نصر 7 جولات لهالجيت اعتقد 5 منهم جولات متتاليه، شوف النيد ما احلاها من الرام كيف نزلت على ستايرون تومي نزلتهم لحوالي 50 و60 اتش بي سموك ثاني على الرام، اخرت محاوله تومي الاصدقاء لانهم يدخلوا من الريدي باتجاه اتجاه الرام بس اطلع هافوك. هافوك الطريقه اللي بيلعب فيها لهالجيت جيده جدا في الرام خصوصا بياخذ الانفو باخر برمينيدز برمسموكس بخليهم ما ياخذوا الرام في اول 20 او 30 او 40 حتى ثانيه، وطلع كيف لقيت رام ومولوتوف بس ما بضلوا بس يدافع عن الرام، وهذا الشيء المهم طلع كيف ماسك اوف انجل كويس كثير، لو اي حد اجى عمل عليه درايف بيك هيك بيك من غير ولا شيء هافوك حتكون الافضليه. هافوك لهالجيت بيلعب صح لكن الاصح انه لو جاب كل يرجع نشوف هالجيت حلو الاكس راي نشوف هالجيت من غير اكس راي بده يجيب اول كل جابها، شوف كيف هافوك مباشره سحب البستول نزل تحت بده يجيب كمان كل لا بيجيب كل بضل عايد جاب كل ثانيه ممتاز بريكر هالجيت خسر حياته لكن ممتاز صار جايب هافوك لهالجيت تو كلز بحاول هالجيت يعمل عليه دبل بيك او لو عمل عليه دبل بيك حتكون صعبه شويه. هافوك هالجيت بحاول يجيب الكل الثالثه لكن السايرن خلصت عليه بالتالي رجعنا ل3-3 شوف كازو جاي من زاويه ممتازه لكن هل حيتوقعوا لا يا سلام على فليك من عندك كازو ممتاز قدر يجيب الهيد شوت على الانس حتى لو انه كان لو اتش بي ورجعنا هالجيت ل3-2 موكسي وستايرون
واحد منهم لو اتش بي والثاني موكسي، اثنين معاهم بس مولوتوفتين، معهم مش اي شيء ثاني غير المولوتوفز، معناها لازم يعتمدوا على الايم لانه ضايل 20 ثانيه اساسا. شوف لقيت موكس ايش بده يسوي، الصاير بحاول اطلع صوت جهه البوم سايت بي لكن نامي ماسك الزاويه اساسا، وكازو خلص على اللاعب اللي مع السيفر، معناها الراوند هذا انحسم تماما لمصلحه نصر اي سبورتس. مجهود ممتاز من عندها فوك، وكازو في الفلانك كان ممتاز، ما ضل غير ستايرن هلقيت بست ثواني ايش بده يسوي، بده يحاول يروح يموت، اعتقد انه حل الاحسن يموت، لكن لو قتلوه بعد التايمينج حيكون احسن. لا قتلوه قبل التايمينج دقيقة، اعتقد انه حيضلوا على 1600، قتلوه بعد التايمينج ممتازة الكل هذه، استار انه حيضلوا على 1600، ما حياخذ اي 3400 دولار زيادة لانه مات بعد ما خلص التايم. 8-2 هلقيت النتيجة لنصر اي سبورتس. بدأت هلقيت الجولة الـ11 ما بين الفريق الإماراتي نصر إي سبورتس فريق تومي والأصدقاء، طبعا إحنا بنسميه تومي والأصدقاء لأنه في رسوم إحنا صغار بنعرفها كانت اسمها تام والأصدقاء. طالع هلقيت على هافوك، هافوك نامي كل واحد فيهم أو تشارك هم الاثنين في كل، لكن كيت كات هلقيت قاعد بستنى، سمع في صوت أوتسايد معناها بده يحرك حاله باتجاه ال باتجاه ال نسميها المين، بنسميها مدخل الإي وما بدكم تسموه سموها، في لها ألف اسم بس حنتفق على إنه التسمية تاعتها اي مين، لانه في اي هات في اي سبيكي، خلي هاي اللي فيها كيت كات هي الاي مين. وطلع كيف كيت كات لسه ماسك الزاويه تبعت صح، هافوك قاعد بستنى لاعبين السيكريت يجوا على البوم سايت بي. هافوك المفروض هلقيت يعني لو كسر الجزاز حيعرف انه فعليا في واحد لقيت ماسك من هذاك البوزيشن، بالتالي هافوك اثر السلامه واخذ البوزيشن هذه. تومي بعد المولوتوف اللي رماه قاعد بيدخل هوز ملعب باتجاه البوم سايت بي، فتح لقيت الدور بحاولوا يدخلوا شوي شويه، لكن لا اعتقد انه هافوك يمكن بين رجلين، ان شاء الله ما تكون بين رجلين، بريكر جاب كل على كازو على انس عفوا، كازو شاركوا فيها وبالتالي رجعنا هلقيت لخمسه على ثلاثه، طلع كازو جاي من وراهم، حتى نامي هلقيت حيكون معه، بالتالي محبوسين تماما فريق توم الاصدقاء في البوزيشن اللي هم فيها. هلقيت حيدخل من ثلاث اماكن مختلفه، اول واحد فيهم دخل مات على طول، النيد اثرت شوي على نامي وكيت كات لكن لسه في عندهم اتش بي كافيه. تومي جاب كل، اوكي هقب بدأوا ينفسوا عن حالهم شوي، حيحاول يزرع هقت ستايرون، زرع السيفر والبوم سايت، وبالتالي هقت حيبدو فريق نصر اي سبورتس يعملوا الريتيك تاعتهم 4-2. اول بيك اجت ما قدر ستايرون يجيب فيها اي كل، المكان تبعه مكشوف. تومي هلقيت نعرف انه هو موجود جوا الكنترول روم، خسر حياه ستايرون، ما ضل غير تومي، 1-4 صارت، 1-3 جاب الكل الاولى، لكن واحد قدام ثلاثه صعب جدا انك تعملها. بريكر ونامو كيت كات عايشين قدروا يجيبوا الكلتش، وبالتالي 9-2 النتيجه هلقيت لنصر اي سبورتس. وبصراحه فريق توم الاصدقاء قاعده بتخلص من عندهم الافكار، يعني يلا نعمل رش ما زبطت، يلا نعمل هولد ما زبطت، يلا نعمل سموك اوتسايد ما زبطت، خلينا ندخل اي ليت ما زبطت، وهي محاوله يدخلوا بي ليت من السيكريت برضه ما زبطت. بالتالي يعني قاعدين بيفقدوا فكره ورا فكره ما بتزبط معاهم، هذا الشيء بيزيد من رصيد الجولات، بيزيد من رصيد المصاري، وبيزيد من رصيد الكلز عند نصر اي سبورتس، على العكس تماما عند فريق تومي والاصدقاء اللي حاليا حتى الكلز صعب عليهم شويه، بتشوفهم بيجيبوا كل او تنتين، لكن اكثر من هيك يوصل لكلتش او يوصل لشيء معين صعب. نشوف هقيت ايش حيسووا، بدهم يطلعوا بنفس الخطه، يرموا سموك اوتسايد ويطلعوا تومي لحاله ويتوزعوا اربعه حوالين اللوبي، وما زال نامي ماسك الزاويه وطلع كازو كيف بطقطق على لاعبي تومي والاصدقاء هو وكيت كات، حتى السي فور هقيتها يوقعوه بس اعتقد انه مش شايفينها. بريكر كمان جاب له كل بكل سهوله، بالتالي ثلاث كلات في الاول راح لمصلحه نصر. اعتقد انه هاي يعني معناها انه فريق تومي والاصدقاء وصلوا لمرحله التلت، انه هلقيت خلص احنا خطط الجمعيه تاعتنا ما بتزبط، بدنا نعمل شيء فردي، والثلاث لاعبين اللي حاولوا يعملوا اشياء فرديه الثلاثه فشلوا، ما ضل غير انس على 11 اتش بي وموكس على 100 طالع على الاوتسايد، بستنى نشوف ايش بده يطلع معهم، لانه يعني واضح كيف انه اللعب الفردي عند لاعبي نصر افضل، اللعب الجماعي عند لاعبي نصر احسن. البوزيشننج الماب اساسا سيتي سايدد، ونصر اي سبورتس فتح في سيتي سايد، فعشان هيك كل هاي العوامل بتصب في انه فريق نصر لهم الافضليه. وما زال موكسي هاجيت بحاول يجي من الاوتسايد يدخل على الايمين، طلع ثلاث لاعبين في البوم سايد، ايه عارفين نصر ايش بدهم يلعبوا، لكن نامي اكل هيد شوت، الكل اجت من عند انس، لكن هاجيت حاول يجيب كل ثانيه، ما قدر يجيب كل ثانيه لانه كازم مكفر وكيت كات مكفر، كروس فاير ممتاز، تبادل ادوار ممتاز. 10-2 النتيجة، فريق تومي والأصدقاء حائرين ضايعين مش عارفين ايش بدهم يسووا في الجولة 13. وقت مستقطع اعتقد اخذوه فريق تومي والأصدقاء. اوكي دخلنا من اول جديد على الفيد، لا مشكلة. وقت مستقطع اخذوا فريق توم والاصدقاء، اعتقد انه يعني 10-2 النتيجه،
ما جرب ولا مره انه يرمي فول وولف سموكس كامله على الاوتسايد، دائما بيرمي واحده وبخلوا توم يطلع هناك ويرمي الثانيه، فهذا الشيء باخر عليهم وقت وبستنزف منهم يوتيليتي، واساسا ما بيطلعوش كلهم مع بعض، يمكن مرتين بس حاولوا ينزلوا السيكرت في المرتين، مره نجحوا ومره فشلوا. عشان هيك احنا نقدر نقول انه خيارات فريق تومي والاصدقاء ما كانت يعني خلينا نقول متكامله، نقدر نقول بس انه خياراتهم بحاولوا نقطه بسيطه او نقطه خلينا نقول كيف نوصفها، انه نقطه بس مش معقده، بس بيعملوا بدنا نروح اوتسايد، ما بيعملوا انه والله بدنا نرمي وولف سموكس، بدنا نرمي الفلاش المولوتوف الفلانيه، بتحس انه بس بدهم يطلعوا تومي اوتسايد ويتوزع اربع حوالين اللوبي فقط، تغيير هاي الديفولت تاعتهم. هذا ليش صراحه حتى الان يعني مسبب لهم مشاكل واضحه. 10-2 نتيجة ونشوف باي متكامل من عند فريق نصر و يو ام بي قليل اي كي دي جلين عند فريق توم الاصدقاء، وخلص هقت لقم مصطفى تبعهم. طالعين هقت على الاوتسايد خمس لاعبين، الخمسة كلهم طالعين اوتسايد من عند فريق تومي والاصدقاء، اخذوا نيد في الاول لكن نشوف البوش تبعتهم وين رايحة، بحاولوا يكملوا مع بعض فعلا حيكملوا، لكن سبراي من عند جوا السموك جاب كل في كيت كات ونامي، حتى جاب ستايرون من فوق السموك تاني، رجعوا لثلاثة على خمسة، حتى البوش تبعتهم مسلطة. تومي هلقيت شاف لعب اوه شنصت معاه على الاخر، قدر يتخلص من هافوك، نرجع هلقيت لا خمسة على او اربعة ثلاثة، لاعب دخل جوا السايت فعلا بحاول يزرع هلقيت، لكن كشف البوزيشن تبعته هل حيقدر يخلص عليه بريكر، لكن لا نزل بس 6 اتش بي موكسي، ورجعنا لثلاثة على ثلاثة. كيت كات جاي من وراهم، كيت كات قبل يحاول يبي، كيت كات شاف راس اللاعب بحاول يجيب عليه الوامبولت، لكن لسه نامي موجود، نامي بعيد شوي، لكن كيت كات هلقيت خسر حياته، نامي بيجيب الكل، هذه مهمة جدا جابها نامي، ممتازة الفليك من عنده، الاثنين الاتش بي تبعتهم مش عالية، وبالتالي لازم يلعب مع بعض، لازم يلعب عمل جماعي. شوف هلقيت ايش حيكون في بيك، أول فيك عرف المكان اللاعب تبعه، بالتالي هلقيت نشوف ايش حيسوي معاهم وقت، معاهم وقت، نامي هلقيت بحاول يجيب فيك لحاله، لكن حيعمل بوش مع بعض، عمل بوش مع بعض ممتاز كازو، قدر يجيب هذا رغم انه وقف على 3 اتش بي، اللاين اب كانت ممكنة، لكن الحمد لله انها ما صارت، 11-2 النتيجة، وكلتش مهم لمصلحة نصر اي سبورتس. بصراحة بعد ما جابوا أول تو كيلز حسيت إنه الراوند رايح بشكل واضح للنصر، لكن قدروا اللاعبين الثلاثة اللي ضلوا أعتقد ميتا تومي وموكسي وكما وإنس هم اللي ضلوا في الآخر حاولوا يعملوا إشي، لكن صعب عليهم صراحة لأنه النصر قاعدين بيلعبوا طريقة ممتازة متكاملة، كل اللاعبين بيلعبوا صح، أقل واحد جاب 9 كيلات أكثر 16 في يعني رينج كويس ما بينهم، وعلى الجانب الثاني تومي الأصدقاء أعتقد ما في حد فيهم يمكن وصل ل 11 كيل، فبالتالي يعني مفتقدين تماما للعنصر الفردي، مفتقدين تماما للخطة الكويسة اللي يعملوها، وهذا الشيء اللي خلاني من الأول أستغرب أنهم اختاروا ماب زي نيوك. طالعين أوتسايد هلقيت لاعبين، طلع كازو قاعد بيلعب البوم سايد اي بطريقة جميلة جدا، طريقة يعني بتعلم مين ما بدك فيها، بتشوف كيف لما بيطلع فوق بالسايد، لما بيلعب ورا السايد، لما بيلعب من مكان تاني، حلو البيك من عندنا جاب فيك جيب الثاني، يا سلام على الفليكس، ضل واحد نامي يا لعيب، حاول يكمل كل الثالثة، لكن انكشف مكان اللاعب انس، صعب عليه هلقيت انه يغير البوزيشن تبعته او حتى يعمل جديد، لان البوزيشن تبعته مكشوفه، ونامي كملها بالتربل كل، الله عليك يا نامي، 12-2 نامي قاعد بكمل اسطورته، والله هو احسن واحد في الفريق، وفعلا هو هلقيت من احسن لاعبي العرب، يعني من احسن لاعبين او ثلاثة من العرب صراحه، ممكن يعني ايش ما جيت من اللاعبين العرب حتلاقي نامي لو حطيتهم في 5 بينج ضد 5 بينج فلان في مكان كل الفرص فيه متكافئة، انا بقول لك نامي من احسن 3 لاعبين من غير اي مقارنه. والماب هاي احنا ماشيين في الشوط الاول تبعها، تومي الاصدقاء بيحاولوا يغيروا من طريقه لعبهم، لعبوا باتجاه الاوتسايد ما زبطتها، قاعد طالعين باتجاه الرامب، نشوف هافوك اول واحد، هافوك بتجيب الثاني، جابوا هيد ما كمل عليه، وبالتالي صاروا جايبين دبل انت في، بحاولوا يجيبوا كل ثالثة، لكن حتى الان كل الثالثة راحت لمصلحه كازو، رجعنا 3-3 والسيفر رايح باتجاه البوم سايت، في بريكر موجود في بوزيشن كويس، بريكر لقيت ايش حيسوي، شاف لاعب بيخلص عليه، خلص عليه ممتاز، دبل هيد شوت وول بانك، يفتح الباب ويجيب لو فتح الباب كان عرف الجواب، لكن ورجعنا لثلاثة على واحد في الاخر، ستايرون هلقيت هو الوحيد اللي ضايل مش عارفين وين المكان تبعه، بالتالي ما بدهم يجاز فرقة نصر، عارفين بدهم يشيك بوزيشن ورا بوزيشن، عرفوا مكانه هلقيت فوق الرافتر على اليمين، حاول يجيب الكل جابها ممتاز جدا كازو، وبالتالي 13-2 الشوط الاول، ممتاز متكامل من عند فريق نصر اي سبورتس، وبصراحه يعني الفضل الكبير فيه يعود للراوند الخامس يوم منامي جاب تريبل او كواد كل فيه بالاوب، ومن يوميتها المصاري صارت موجوده، اليوتيليتي موجوده، اللعب ممتاز، كازو لعب مباراه جميله، وكيت كات برضه بريكر لعبوا مباراه جيده، وهافوك يعني في الرام شفنا فيه من عنده ماستر بيس، شفنا من عنده يعني لعب جميل جدا، يعني مش بس بيجيب كله خلاص، بيجيب الكل وباخر وبيلعب صح وبضيع عليهم وقت يوتيليتي،
وبضلوا عايش، واحيانا حتى بضلوا واقف لحد ما تبدا الريتيك، نستنى الفريقين يعملوا ريدي عشان ندخل الشوط الثاني من المباراه الاولى ما بين نصر وتوم الاصدقاء، عشان لو خلصناها بسرعه ولو يعني نصر كانوا رحيمين فيهم وخلصوهم هيك من ثلاث جولات حندخل للماب الجاي اللي حتكون انفيرنو. فريق نصر هم اللي اختاروا انفيرنو. فريق نصر في الدبليو جي فازوا في انفيرنو على فريق فاليانس اللي هو بنفسه اختارها يومها، فبالتالي اعتقد ان يعني فاليانس فريق لا يستهان فيه. اعتقد اذا انا متذكر هم من وين، هم فريق صربي وبيلعب عندهم اللاعب هانتر. طبعا يعني لو اي واحد بتبع البروسين حيعرف انه هانتر هذا يعني لاعب زعيم جدا جدا. فنصر قدروا يخطفوا منهم انفيرنو يومها وقدروا يلعبوا يعني انفيرنو جميله. هذا 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 الوصف الاجمل لها. انت بتحكي في فريق والله بعرف يلعب مثلا اوفر باس، نصر بعرف يلعب اوفر باس، بس لما تشوفهم بيلعب اوفر باس تحس ان كل شيء يعني محطوط في كتاب زي هيك. احنا بنعمل هول تاعتنا رقم واحد انا برمي السموك هذا، رقم اثنين فلان الفلاني بيدخل اول واحد، الثاني الثالث، وهكذا. كل خطه عندهم محطوطه في كتاب رول بوك، بس احنا عندنا قانون وقاعده بدنا نلعب الخطه الفلانيه في الماب هذه، وبتزبط معهم طريقه جميله جدا. وهذا الشيء اللي خلى فريق توم الاصدقاء اول ما تبدا البيك والبان في المباراه هذه على طول شالوا اوفر باس، ما فكر مرتين شالوا اوفر باس. بس زي ما قلنا 10 مرات لحقيته، هاي المره 11 مستغربين كيف بيختار نيوك ضد فريق نصر. لازلنا بانتظار الفريقين يعملوا ريدي، صار يعني بيعطوا الفريق اللي ضدهم يعني نوع من الرحمه، يعني يفكروا ايش تسوي في البيستول لانه هيك كنتوا خسرانينها. يا اما يعني نقدر نقول ان فريق توم الاصدقاء هلقيت وضعهم حرج شوي، لان البيستول لو خسروها قاعدين نحكي احنا على 15-2، بدك 13 جوله متتاليه ما تخسر فيهم ولا راوند واحد، وهذا الاشي شبه مستحيل، يعني محتاج فيه مجهود خرافي جدا. امبارح كنت بلعب مع اصحابي وجبنا كمباك من 11-4 عادي، يعني ايزي. مش كل فرق بيقدر يجيبوا نفس الشيء، مش كل المابس بتقدر تعمل فيها كمباك. لانه لو رجعنا لنيوك اول ما بدات سي اس جو، اول ما بدات اول خلينا نقول سنه ونص، ايام ما كان ان اي بي احسن فريق في العالم ما حد بيقدر يحكي معه، ايام ال 54-0 يوميتها يعني ان اي بي عملوا اتذكر كمباك يا من 14-1 يا من 13-2 وعمين على فيرتس برو، ايام ما كانوا في فيرتس برو في اوج مستواهم، مش هالقيت فيرتس برو يعني اللي هم في اول مكان ممتازين جدا، وايام ما قدروا يجيبوا حتى بعد ما خلصت الستريك هذا تبع ان اي بي قدروا هم يجيبوا الميجر منهم في كاتوفيتش. بالتالي احنا بنحكي هنا عن ماب سيتي سايدد فول، بس اذا بدك تعمل الكمباك في السيتي سايد تبعها يعني اقل كلمه بدك تحكيها انه يكون الاداء اسطوري. الخمس لاعبين بدهم يعطوا، الخمس لاعبين بدهم يكونوا بيلعبوا بطريقه ممتازه. اعتقد انه لقيت الفريقين مستنى بس يعني يحنوا علينا يقولوا يلا تدخل مباشره، وهيهم حنوا علينا ودخلنا مباشره على الشوط الثاني ما بين تومي والاصدقاء فريق نصر اي سبورتس. الفريق اللي حيفوز في المباراه هاي، مش في الماب هاي، في المباراه هاي البيست اوف 3 حيتاهل مباشره للتصفيات المغلقه من اي ام سيدني 2019. داخلين هالجيت صاروا في سيتي سايد الفريق السنغافوري، والتي سايد انتقلوا الى فريق النصر اي سبورتس. نشوف هالجيت في بيك جايه ممتاز من عند بريكر، قدر يخلص عند اعتقد انه شافه على طرف السموك في اخرها او على طرف ال خلينا نقول غبار النيد، طلع كذا صار داخل اوتسايد. تومي عليه جهد كبير، هاجت تومي لازم يجيب ثلاث كلات، صار جايب الاولى بيحاول يجيب الثانيه لكن صعبه عليه، ما قدر يجيب ولا كل ثانيه، بالعكس كت قدر يخلص عليه، وبالتالي هاجت احنا راجعين لاربعه على ثلاثه. وطلع كيف البيك ممتاز، طالعين من البنس مع بعض، شكلهم داخلين على البوم سايد مع بعض، دخله موحده ممتازه قدر يجيب فيها كل تنتي وايس كي، لكن رجعنا في الاخير لاثنين على اثنين. اللاعبين جايين من الهيفن، بنشوف هلقيت ايش نامي بده يسوي السي 4 معاه وهو بجانب الفنت اليمنى، بالتالي صعب عليه لسه بده يقدم على البومب بعدين او على البومب بعدين يزرعها. نشوف هلقيت دخل مع بعض الاثنين، نامي في مكان مكشوف تماما بحاول يجيب الكل الثانيه، نامي جابها يا سلام عليه، اعتقد انه موكسي قتل حاله لكن نامي هو اللي جاب الكل. يا سلام على نصر اي سبورتس كيف جابوها، يا سلام على نامي كيف جاب ال1 في 1 الاخيره. بصراحه يعني الراوند كان رايح يمين وشمال يمين وشمال لحد في الاخير نامي قدر يحسمه 14-2 هلقيت نتيجه. تومي والاصدقاء حيعملوا باي كامل بكل مصاريهم، معاهم 3 ماكسيمن بعد النيرف الاخير اعتقد حيرجعوا له، وسكاوت واحد وليجل عند اللاعب انس. طبعا لا احد هناك تقول انس والجن قديمه. 14-2 في ماكسيمن عند ستايرن بيستنى اي واحد يدخل له من السموك،
وصار واقف في مكان اجريسيف تماما، يعني لو جاب منه كل التريد مباشره حتيجي عليه. شوف هجيت فلاش ممتازه لكن حيدخل هجيت عليه من جوه السموك، جاب اول كل صار بحاول يجيب الثانيه لكن حيحاول يخلص السحب، لك لا قدر يسرق اكي ويجري. يا الله المفروض اعتقد انهم دخلوا مع بعض هنا نصر، لكن شكله كان في مشكله صغيره ما دخلوا مع بعض، دخل فقط كتكات وخسر حياته مباشره. فهجيت احنا نستنى لنشوف كيف الخمسه اربعه بده يتعامل معها الفريق الاماراتي اليوتيليتي عند فريق تومي الأصدقاء. شبه خلصت نيد وحيدة فقط عند موكسي. هافوك هلقيت ماسك زاوية صح، هافوك بيستنى اي بيك من الرامب بيقدر يعمل هولد للرامب براحته لحد ما الليدر تبعه يقرر. طلع كيف كازو جاي من الاوتسايد لف عليهم اللفة الطويلة وقدر يجيب التو كيلز. صفر انفورميشن من عند تومي والأصدقاء ليعطوها لزميلهم اللي كان في السايت او زملائهم اللي في السايت. بالتالي كازو قدر يقلب موازين الجولة هذه بس بالطريقة اللي دخل فيها من وراهم، وكل المشكلة فيها تعود لموكسي اللي مفكر انه كان ماسك الاوتسايد لكن فعليا ما كان ماسك الاوتسايد، بالعكس دخل منها كازو. بقيت اطلع كيف كله حامل النايف كله طالع مباشرة بده يطلع يجري ورا موكسي اللي قاعد في سيتي سبون طالعين من وراه كلهم، حيحاولوا يخلصوا عليه بسرعه. جاب التاج الاولى بحاول يجي يكملها لكن لا نامي خلص عليه، وبالتالي دبل لنامي ودبل لكازو. راوند ال 15 محط في حصاله فريق نصر اي سبورتس، وتوم الاصدقاء قاعدين بيخلصوا بس بيستنوا الماب هاي بس تخلص، لانه بصراحه اخيرا واحد فيهم وصل للكل العاشقه واحنا قاعدين بنحكي على 17 جوله. دخلينا قلت في الجولة الثالثة من الشوط الثاني، يمكن تكون الجولة الأخيرة، يمكن يكون عندهم الأصدقاء كلام ثاني، بس حتى الآن شايفين كيف فريق نصر إي سبورتس متجمعين أربعة باتجاه الأوتسايد، أربعة طالعين من ورا السموك طالعين. طلع كيف هي اللي بحكي عليه فول يوتيليتي، طلع كيف استخدمها على اليوتيليتي، ثلاث سموكات ودخلين وفلاشات أربعة مع بعض. كم مرة شفنا توم الأصدقاء بيعملوها؟ يمكن مرة واحدة وحتى ما كانت فل زي هيك. شوف كيف النوفا صار جاب أول هيتشوت بحاول يجيب الثانية لكن عمل دمج ما كمل الكل. شوف كازو بده يطلع يجري وراهم، كازو عليه الكل المفروض يجيبها وجابها، رجعنا ثلاثة على ثلاثة لكن في دمج كبيرة معمولة للإتش بي تبعت لاعبي نصر إي سبورتس. بس طلع على بريكر بستناهم، بريكر عارف إن في واحد حيبيك، في اثنين حيبيكوا، اثنين خسروا حياتهم ما ضل غير موكسي واحد على ثلاثة. بما إنه موكسي معايا كي معناه هم عارفين المكان تبعه وعارفين وين ممكن يكون موجود، لكن طلع موكسي قتل اللاعب اللي معاه السبور. شوف ايش حيسوي، هجت موكسي جاب تو كيلز، موكسي ممكن يقلبها واحد على واحد هو ونامي. نامي كان معروف انه موجود في البوم سايت بي او حوالين البوم سايت بي، طلع هجت ايش بيستنى نامي. نامي شكله بيستنى اي غلطه صغيره تيجي من عند موكسي، لكن موكسي هجت حامل النايف بغير البوزيشن تبعته غريبه، مع انه معاه السبور لكن تفكيره حيكون ممكن يجون اللوبي. انا بحكي على تفكير موكسي، ممكن يجوا لوبي، ممكن يجوا سكويكي اللي هو نامي، ممكن يطلع من الفنس، ممكن يطلع له من الاي وينزل له، ممكن يجي من المين. بالتالي ليش انا اقعد احط حالي في هذا البريدكمنت الصعبه؟ ليش اقعد افكر والله من وين بيجي من خمسه اماكن؟ لا لو طلع هيفن بكون كويس، لو ضلوا برضه الهيفن صح، اعتقد الهيفن احسن مكان، ما في مكان احسن من هيك لانه السيفر حتكون مبينه تماما للمين. نشوف هجت مين حتكون الافضليه مع مين حيكون التايمينج، والتايمينج حيكون لموكسي قدر يجيب ال1 في 3 الاخيره، بالتالي اعطى لفريقه فقط جرعه امل صغيره انه معنا كمان راوند نلعب في نيوك. بس راوند واحد خلينا نشوف ايش يطلع معنا. نرجع حلقتنا نشوف فريق نصر اي سبورتس طالعين بباي بثلاثة اي كي سي زي وديجل، ايش بده يطلع معاهم فيه؟ الفريق اللي ضدهم معاهم اي كي اعتقد اعطى دروب، اعطى الاي كي تبعه دروب. شوف فجأة ايش حيطلع لانه موكسي صار مخلص على كازو، صار جاب كل وحدة بس لسه كازو هو اللاعب اللي كان مع اي كي، معناها في واحد من السي زي او ديجل قادر يرجع وياخذ هذا الاي كي تاني. لكن شوف وين بدهم يطلعوا فيه، انس ما زال ماسك الاوتسايد، مسكها طبعا بس من المين، بريكر عمل الفايت في الاول، هافوك قدروا يطلعوا اللاعب في الرامب من المكان تبعه، هذا في حد ذاته انجاز جيد لكن لو جاب الكل عليه حتكون احسن واحسن. هافوك هلقيت بيعمل بحاول اوه شكله مفكر انه على اليمين لكن لا الاثنين تحت، هافوك شكله سمع يعني صوت صغير ضيع كل المعلومات اللي كانت عنده انه اللاعب هذا ممكن يكون موجود في البوزيشن الفلانيه. لكن شوف هلقيت كيف نامي، نامي عليه الانتر، الانتر المفروض تكون مهمه من عنده، جاب الهيد شوت ممتاز نزل 85 اتش بي لكن مش مهم، المهم انه جاب الكل. نامي هكذا بده يحاول يدخل من المين، دخلوا جابوا كمان انتري ممتاز، هيك الممسك اعتقد مفتوح تماما لانه يدخلوا عليه بالسي 4، في لاعب في الهيفن لاعب جاي من وراهم اعتقد لازم يسرعوا هكذا ونكشف مكان لاعب في المين. نامي جاب كل ممتاز على موكسي، بالتالي رجعنا لثلاثه على اثنين. نامي هل حيتوقع انه في لاعب انه لا لكن لا سمكوا المين، وهذا هو اهم شيء سووه، سمكوا المين معناها اللاعب اللي في الهيفن مسمك، اللاعب في المين مسمك. نشوف تومي وستايرون ايش ممكن يكون معاهم، نامي قلب هذا الراوند بشكل جميل جدا، نشوف اذا حيقدر يكمله ولا لا. الاثنين
طالعين من عند الهيفن صار معاه فماس معاه فلاش واحده صاحبه كمان معاه فلاش، هل حيفلش ويدخل ولا هل حيدخل بطريقه دراي تماما؟ واحد حيفلش حيدخل هجيت من مين او من الهط، لكن او من ليش من الهط في الهيفن حيجيب كلتين تومي، لكن في الاخير ناني كان جاهز يختم الراوند يختم الماب يجيب 16-3 لمصحة فريق نصر اي سبورتس. اعتقد نصر هيك تقاموا بمباراه او على الاقل بماب شبه ممتازه و16-3 يعني ما في اي كلام نحكي زياده. 16-3 الماب كانت كامله لنصر اي سبورتس، توم الاصدقاء كانوا تايهين طول التي سايد سايد كلتش واحد جاب لهم راوند غير هيك هم تايهين تماما، وهذا الاشي خلانا نوصل لانه نيوك اللي اختاروها توم الاصدقاء راحت لمصلحه فريق نصر. استنونا في الماب الثانيه اللي حتكون انفيرنو 5 دقائق 10 دقائق بالكثير، ورجعوا لنا على تويتش تبع عربي سبورتس. حيكون معاكم انا احمد شحال.